اجتماعي، ولكن مستفز ان السيارات ديال الدوله ديال الجامعه الترابيه بطبيعه الحال الناس كيخرجوها خارج اوقات العمل، كيخرجوها في نهايه الاسبوع السبت والحد، كيمشيو بها للبحر، اللي بغى يوصل وليداتو للمدرسه، اللي بغى يدير مراتو للحمام، وهذا الشيء ما بقاش مقبول. لماذا؟ لان هذه السيارات هذه هي من المال العام، من الماليه العموميه، وهذه الماليه العموميه راه حنا اللي كنعطيوها بطبيعه الحال من الضرائب اللي كتقطع علينا الدوله. لذلك حنا بانينا كجمعيه وطنيه للدفاع عن حقوق الانسان المغرب اننا خصنا نفتحوا هذا الملف، ملف صحيح كبير، امكانياتنا بسيطه، ولكن غنفتحوه وغنستمروا فيه وغنفضحوه اكيد. وكنتظروا اعطينا مثال اليوم فقط بالجامعه الترابيه، كنتظروا الوزاره الوصيه على القطاع اللي هي وزاره الداخليه انها تفعل الدوريات ديالها، تفعل القوانين ديالها اللي تحاسب هاد الناس، سواء كانوا رؤساء مصالح او رؤساء جماعات، خاصها تحاسبهم على استعمالهم السيء بطبيعه الحال لهاد السيارات. وكيف قلنا في الندوه كاينه مذكره جديده ديال او عفوا دوريه جديده ديال وزير الداخليه اللي يدعو الى عقلنه وترشيد النفقات والاستعمال والحكمه الماليه، وهاد الشعارات الهضره هذه ملي كنقراوها مزيان تعجبنا ولكن التطبيق كاين المشكل. حنا هادشي ماشي مخبي، كي قلنا نهضروا على صفقه كدوز بيناتهم ما نعرفوهاش كذا، هذه سياره راه كتساري بحال شي طاكسي، راه كتسارى يوميا وحنا كنشوفوها وعلى عينك بان عندك كي كيقولوا، وهي واقفه قدام لاصال وهي قدام كل شيء، وهذا الشيء ما بقاش مقبول، هذا الشيء مستفز. خاص الوزاره تحمل مسؤوليتها، بمعنى يجب ان تسهر على احترام القانون. ما يكفيش انني ندير القانون ونقول صافي وصلت، لا، درت القانون ولكن خصني ننفذو. شكون غينفذو؟ ماشي حنا كنفضحوا ولكن الدوله الى عندها الامكانيات، عندها الاليات، القوانين الى اخره اللي كتسمح لها بتطبيق واحترام هذه القوانين. لذلك حنا نهضروا محليا، كيف قلنا قبيله السيد العامل كنسالوا شنو دار في هذا الدا، خصوصا على الاقل واحد ثلاثه ولا اربعه الحالات اللي كشفنا عليهم اللي ما دار فيهم حتى شي حاجه. حنا كي قلنا قبيله غنمشيو بحسن النيه، دار الاجراء قولوا لنا، بينوا، درتي استفسار لهذا رئيس الجماعه اللي مشى للوالديه، درتي له هذا كذا، قولي لنا شنو درتي. من بعد الاستفسار خصو يكون اجراء، اما عزل ولا هذا الشيء في الاسره ديال النادي، ما ديال شي حد. دونك خاص وكي قلنا حنايا كجمعيه حنا غنفتحوا هذا الشيء، غنفتحوه الملف فتحناه وغنمشيو فيه جوسكو كي قلنا. دونك هذا هو الاطار العام اللي كتجي فيه هذه الندوه الصحفيه، واللي كنشكركم بالمناسبه انكم حضرتوا لها.